السلام عليكم مرة أخرى، معلش صدعتكم. أنا عارف، سامحوني. تعالوا بقى نتكلم. إحنا كده خلصنا الجزء، يعني في آخر الفيديو اللي فات أو الريكوردينج اللي فات كان اتكلمنا عن السالري. في مدارس ممكن توصل ل 9000 و10000 و12000 في الأرقام دي. شكرا جدا لحضرتك يا مس مروة. فالأرقام دي موجودة في الماركت بس مش بتطلع لأي حد ومش بتطلع بسهولة. لازم يبقى في نتورك قوية جدا جدا، لأن هتلاقوا معظم الأفريج بتاع اللي هو إيه، أنت هتروح أي مدرسة عن طريق السي في وكده. وللأسف دي حركة سيئة موت، إن هم يكونوا بيدوا كل مدرس، يعني ممكن تبقى أنت بقالك 10 سنين خبرة، واحد تاني داخل معاك 10 سنين خبرة ويدوك أنت مثلا 4000 جنيه، وبعد ما تشتغل بفترة تكتشف إن صاحبك التاني اللي كل مؤهلاته هي زي بتاعتك واخد 9000 جنيه عشان النتورك بتاعته قوية. دي حركة مش بروفيشنال إطلاقا، بس احنا يعني نصيبنا كده. يعني هنعمل ايه؟ هو دي شويه من الفلاز اللي بتبقى موجوده، فاحنا عشان خاطر بقى نوفركم الفلاز دي وعشان خاطر نخرج من الحته بتاعت اللي هو اما فيكتيم وهم ضحكوا عليا ومش عارفه ايه وكل الجو ده، ان هو هيضحك علينا one way or another. فعشان خاطر نقدر نمينمايز اللوسز دي، فانا ابتدي ابني نتورك قويه زي ما اتكلمنا قبل كده، بحيث ان انا لما ابقى داخله المدرسه فانا داخله عن طريق فلان صاحبي اللي هناك، اللي قال لي بصي هو دلوقتي المرتب هنا بيبقى في حدود من 8 ل 10، بس هم هيعرضوا عليكي 5، فهو بقى ايه بيودكني هو جوه بقى، فهو هيقول لي 1 2 3. فاحنا عايزين نوصل للمرحله دي عشان خاطر يعني it's not just about our teaching skills، it's about our business skills، it's about our communication skills. فاحنا لازم نبقى مأمنين روحنا ونبقى لطاف مع الناس ونقدر نبني نتورك عشان خاطر تقدر يعني نقدر نعدي بيها. هي الموضوع مش واسطة يا جماعة، في فرق ما بين الواسطة والنتورك. الواسطة دي ان انا شخص مش مؤهل فهم جايبيني اشتغل وبيدوني مرتب، دي حرام يعني، دي اللي هو فلوس انا ما استحقهاش. لكن النتوركين ان انا شخص مؤهل ومعايا الكواليفيكيشن ومعايا السيرتيفيكت ومعايا ومعايا ومعايا، بس انا مش عارفه اخد فرصتي. فبالتالي لما يبقى معايا نتورك ده يبقى سبب من الاسباب اللي ربنا بيسخرها لي ان انا اقدر اشتغل واخد يعني ايه مرتب يجازي التعب اللي انا هتعبه. عشان خاطر بس في دايما بيبقى عندنا احنا كمدرسين اللي هو انا اديت كتير وما باخدش اي حاجه، واللي هي ونحس كده اللي هو نيجي نبص على حد تاني. للاسف ممكن يبقوا مش الناس اللي تقولوا عليهم يعني ربنا يهديهم ويصلح حالهم، مش اللي هو مدرس على وضعه، يعني مدرس كده اللي هو تقوله اه this is an educator. ما بيبقوش كده، وتلاقوا ان هم واخدين فلوس كتير كتير كتير. فتبتدي انت بتقارن جوه دماغك ما بين حالتين، حالة ان انا مدرس كواليفايد جدا وما باخدش فلوس خالص، وواحد تاني هو ما فيش ابيض يا ورد، هو محتاج مدرس اصلا يساعده ومع ذلك بياخد فلوس كتير. دي بقى مقارنة غلط، احنا ما بنقارنش نفسنا بالناس دي. دي ناس ربنا يصلح حالها ويفتح عليها ويهديها، وربنا يفتح علينا احنا كمان. فاحنا بقى ما بنقارنش مع الناس دي، احنا بنقارن مع حد هو شخص فعلا انديكيتور محترم بس واصل لبوزيشن كويس او لظروف كويسه. هو ده الشخص اللي بنقارن نفسنا بيه، او بنسعى ان احنا نبقى بنمشي معاه على الفوت ستيبس بتاعته مور اور ليس عشان نقدر نوصل لنتيجه ساتسفاكتوري بالنسبه لنا. فتعالوا بقى نتكلم في حته البروفيشنال ديفلوبمنت دي كده من ناحيه المرتبات. طبعا في كل المرتبات يعني ممكن تلاقوا ارقام هستيريه. خلينا اكد ان الانترناشونال سيرتيفيكتس دي من اكتر الحاجات اللي بتجيب فلوس، التوتورينج من اكتر الحاجات اللي بتجيب فلوس. غير كده في حاجات تانية مثلا زي الشغل في الجامعات. شغل في الجامعات ممكن ما يجيبش فلوس قوي، بس الناس اللي بتحب البرستيج بقى وكده دي ممكن تعملوها كده لفتره، يعني مثلا 5 سنين 6 سنين 7 سنين، بس انت مش هتعيش عمرك كله بتاكل وتشرب البرستيج. فلما تلاقي ان انت وصلت لمرحله ان انت ما بتاخدش حقك وهو بس انت اسمك شغال في جامعه، يعني sorry for being too frank، يعني دي حاجه من الحاجات اللي موديني في داهيه. بس احنا لما بننزل نركب مواصلات في الشارع اوكي ونيجي نتبهدل في المواصلات، محدش هيبقى بيعاملك باحترام ان انت دكتور جامعه. This could happen in some other places، يعني some other places outside ممكن يبقى دكتور الجامعه او المدرس ده بالنسبه لهم يعني فوق راسنا اوكي. بس احنا we have to be realistic. انا شايفه الوضع قصادي وانا مش عارفه اروح يعني مكان او move on لمكان ممكن يابريشيت مي بشكل اكتر، يبقى انا لازم اشوف الوضع بتاعي مميزاته وعيوبه ايه، استفيد بالمميزات بتاعته والعيوب بتاعته، احاول اشوف بقى طريقه ان انا اعدي منها. فبالتالي انا بدخل الشغل
فباجي اقول لهم هتدوني كام، هيدوني ما بلاش بقى اي حوار. بص يعني من الاخر يا جماعه، سيبكم من حوار انت اللي هتعرضه انا هاخده. نيجوشيشنز، في نيجوشيشن سكيلز، وتفضل تضغط على اللي قصادك لغايه ما تجيب فلوس منه. ما كانش فلوس تاخد مميزات تانية. يعني انتوا ايه الافريج سالري بتاعكم؟ والله احنا بندي حوالي 4000 جنيه للمدرس اللي في خبرته زيك، 4000 جنيه بس. طيب مواصلات ايه نظامها؟ في باصص ولا لا؟ في انا في حاجات انا كنت هاخد، يعني انا لو قلت امين هاخد القرشين اللي هيدوهم لي وخلاص وخلص الموضوع على كده. لكن لما نقعد بقى نعفر مع بعض شويه، اقدر اطلع لو هو معوش فعلا بادجت فلوس زياده، ممكن يطلع لي حاجات تانيه من عنده. حاجات تانيه زي ايه؟ ممكن يبقى في ترانسبورتيشن، يبقى في الباصص مثلا مع الجامعه رايح جاي، فده كده بيوفر عليا انا وقت ومجهود وفلوس. ممكن يطلع لي في بعض الاحيان لو المكان كمان بعيد، ممكن يطلع لي عربيه فروم دور تو دور، ودي طبعا احسن من الباصص. يعني دايما اي حاجه كده في دماغكم لما تيجوا تدخلوا في نيجوشيشن في شغل، كل حاجه ليها هيراركي، اعتبروها اي بي سي كده، سي دي اعلى حاجه، بي اللي في النص ايه اعلى حاجه. فانت دلوقتي المرتب ايه؟ احنا بنتخانق دلوقتي على المرتب، اتخانقنا من هنا لهنا مش عارفه ايه، ال 3000 طلعت 4000، بس هو مش قادر يديك حاجه تانيه. فاين، ندخل بقى في الحته اللي بعدها، ايه نظام المواصلات؟ ما انا مش عايزه ادفع مواصلات من جيبي، ما انا مش هاخد منك ال 4000 جنيه واصرف منها 1000 جنيه مواصلات، يبقى انا خدت 3000 برضه. لا ما هي برضه ما تمشيش كده، يبقى انا بفضل اعافر معاه شويه لغايه ما اشوف في مواصلات. حلو، نمسك بقى في حته المواصلات ونقعد نتخانق فيها شويه. دلوقتي المواصلات اللي انت هتوفرها لي يا باشا عامله ازاي؟ هنديك الاتوبيس، الاتوبيس ده بتاع مين؟ بتاع مدرسين ولا بتوع طلبه؟ عشان خاطر تخلي بالك انت في بعض الجامعات في مدرس، في باصص للمدرسين وفي باصص للطلبه. باصص الطلبه دي with all due respect هي أسوأ حاجة مدرس ممكن ياخدها. انت لو رايح في دكتور ممكن يبقى افضل. ليه؟ لان بغض النظر عن الدوشة، عن الالفاظ اللطيفة اللي انتم ممكن تسمعوها جوه الباص، اللي الناس بتتعامل بأريحية مطلقة، ممكن انت لو شكلك لسه صغير مثلا مش هيلاحظوا ان انت معيد مثلا ولا مدرس في المكان، فممكن حد يتطول عليك، ولو تطول عليك وانت في جامعة خاصة فمش هتاخد حقك. ريح دماغك كده، ومن قصرها هيبقى الطالب اللي بيدفع فلوس، وللأسف وحاطط تحت للأسف 100 خط، مش هتاخد حقك. تمام، فاحنا بنحاول نعمل ايه بقى؟ مش هنقعد نعيط ونقول احنا المدرس محدش بيحترمه وكل الجو ده، لا احنا عارفين ان هو محدش هيحترمه. فاحنا هنعمل ايه؟ هنشوف بقى كل الديتورس اللي ممكن ناخدها عشان نهرب من ان احنا نتحط في موقف زي ده. يعني احنا ما نروحش نقف قصاد القطر ونقول لا انا ما انا الشجاعه ان انا القطر ما يدوس عليا، لا القطر هيدوس عليك. هو ده مؤسسه كامله بالسيستم بتاعها، ماشي صح ماشي غلط هو هيدوس عليك. تمام، فانا عشان ما يدوسش عليا ما اروحش اقف قصاده، فانا ما اروحش اقعد في الباص بتاع الطلبه واتعرض لكل المواقف دي. انا قبل كده في باص في الجامعه، والراجل الله يسامحه الدرايفر بتاع الباص نزل الطلبه في حته مقطوعه مقطوعه، انا كنت ساكنه في حته بعيد قوي. تمام، ونزل بنات في صحراء، اللي هو يا عم دول لو بناتك مش هتقبل كده عليهم، نزلهم ونزلنا انا كمان في حته مقطوعه اكتر منها. وبعدين رحت اشتكيت، خدت ايه؟ ما خدتش اي حاجه، ما خدتش حق من الاخر. تمام، كان كل اللي انا عملته عشان انا تافهه حبتين بس، انا رحت عند الاتوبيسات. تمام، وكان اللي هو الدرايفر بتاع الاتوبيس هو عارفني بقى، ما انا اتخانقت معاه في الباص عشان انا يعني لساني متبري مني حبتين. فانا وقفت عند الباص وخدت الرقم بتاع الاتوبيس واديت له وش كده اللي هو انا هنفخك. تمام، وبعد كده فهو اتوتر وقعد يتكلم مع ناس، ما عملش حاجه بعد كده يعني، بس انا كان بالنسبه لي انا خدت اللقطه، يعني اللي هو انا كده عذبته شويه، وابتدى دماغه يفكر كده شويه ان يعني هي هتعمل ايه بقى، ولا ايه اللي هيحصل، لان كان في بقى اللي هو انا ام شوين لوتس اوف كونفيدنس، بس ما كنتش ناوي اعمل حاجه يعني. فلان مش هيحصل حاجه، يعني انا هروح اشتكي يا جماعه هيمشون، انا يعني بمنتهى الصراحه هم هيمشوا المعيد، هيمشوا المدرس، مدرس راح هنجيب 100 غيرك باقل من التكلفه اللي بندفعها لك، واحنا بمزاجنا which is the ugly truth. طيب احنا هنعمل ايه بقى؟ مش هنروح نحط نفسنا في كل ده. انا هقول له ببساطه شديده جدا، وخلي بالكم ان احنا بنتكلم في سياق ان انا عندي opportunity افضل، opportunity افضل ده يسمح لي بالنيجوشيشنز احسن. فانا هروح اقول له باشا انا مش هركب اتوبيس الطلبه، انتوا اكيد
في اتوبيس للمدرسين، تمام؟ وانا طبعا عسس قبلها، هل في فعلا اتوبيس مدرسين ولا لا، ولو ما عرفتش اوصل للمعلومه يبقى انا احاول ان انا اضغط عليه شويه كده حلوين لغايه ما اعرف المعلومه. فاقول له يعني معنى كده ان كل المدرسين اللي عندك بيركبوا الاتوبيس ده؟ هيقول لي اه. قلت له اكيد اه. قلت له طب بص، عشان ما يبقاش ديل بريكر، انا هشتغل معاكم وهركب اتوبيس الطلبه، بس لو ما لقيتش كل المدرسين راكبين الباص ده وفي باص تاني، انا مش راكب الباص ده تاني وهركب مع اتوبيس كده. فاحنا كده حتى الاتوبيسات احنا بنتفاوض فيها، عشان يبقى من كلاس سي انا بركب الاتوبيس اللي هو فيه كل الناس كل الناس، لان ده ممكن بقى ما تلاقيش مكان اصلا تقعد، لان الطلبه عادي بقى، طلبه احنا كلنا كنا شباب يعني، وممكن نقف ونعمل ونهيس، لكن انت كمدرس حتى لو انت عايز يعني ممكن تقف، مش هينفع يعني your prestige، انا ما ينفعش ابقى واقف في الاتوبيس والطالب اللي انا داخل له الكلاس بكره يبقى قاعد قصادي يعني، وافضل اقع بقى والجو ده، مش ناقصه مرمطه يعني وقله قيمه. فبالتالي انا كده بتفاوض حتى على الاتوبيس. نيجي اللي بعديها، الانشورنس. انا دلوقتي في انشورنس في المكان مع مين؟ مع شركه ايه؟ ايه لغايه كام بالفلوس بتاعت الانشورنس دي؟ يعني نبتدي بقى نفصص كده التفاصيل كلها، نشوف طب انا لا في دنتال انشورنس، لو انا عايزه اروح دكتور سنين لغايه كام برسنتج؟ لو هو بعقد، العقد ده مثلا مدته قد ايه، سنه ولا اتنين؟ طب بالنسبه للاجازات اللي هي السمر، سوري يعني غير الاجازات، احنا هناخد كام يوم اجازه في السنه؟ بالنسبه للسمر فيكيشن انا بنزلها ولا لا؟ عشان خلي بالكم في اماكن ربنا يسامحهم يا رب السوبرفايزرز اللي فيها او الاماكن نفسها ممكن يبقوا انت احنا هننزلك، احنا هنجيبك ونمرمطك، روح بقى اللي هو ايه سيق لنا المكان، هات لنا قهوه من فوق، اطلع بص الورق ده صححه، عارفين انتوا اللي هو شيل الطوب ده وحطه من هنا لهنا ورجعه تاني وعد اوراق الشجر والجو ده. فاحنا لازم كده نسال دلوقتي السمر، وقت السمر، طب احنا في الدراسه هنيجي 5 ايام في الاسبوع 6 ايام في الاسبوع ايا كان، تسال فيهم عدد الساعات بتاعت الشغل قد ايه كتدريس، لان دي بتختلف من مكان للتاني، خصوصا لو انت هتشتغل في سكه الجامعات ممكن يبقى عدد ساعات التدريس، انت شغال فول تايم في جامعه، ففي الجامعه دي هتروح تقول لهم طيب انا في وقت الدراسه هشتغل كام ساعه تدريس في الاسبوع، عشان ما تروحش تكتشف ان انت بتدرس مثلا في اليوم 6 ساعات وبيطلب منك تصحيح وبيطلب منك حاجات تانية كتير، وحد تاني زميلك متساوي معاك في كل حاجة ويكون بيدرس مثلا 3 ساعات. نعرف بقى اللي ب3 ساعات ده بيدرس ايه 3 ساعات، هقول لك عشان هو بيعمل بوست جرادويت ستاديز. حلو، لو انت بتدرس بوست جرادويت ستاديز هتديني 3 ساعات تدريس، هتفرق كتير جدا جدا جدا. انت لو بتعمل دراسات عليا انت هتبقى يعني محتاج ولو ربع ساعة بريك يعني. فدي حاجة تفكروا فيها برضو في النيغوشيشنز. وخلينا افكركم بحاجه، everything is possible and nothing is possible، يعني هو ممكن تروح مكان وهو كده وده نظامنا وعاجبك عاجبك مش عاجبك مع نفسك، فاين. لو هي كده رول ماشي على الكل جريت، خلاص احنا كلنا بيداس علينا مفيش اي مشكله، كلنا هيجي يطلع علينا. هنيجي في الصيف هينزلنا كلنا، تمام، بس ما يبقاش بينزلك انت والباقي المدرسين قاعدين في البيت. يعني هي دي البوينت، ان انت you're getting the best advantage من المكان. وفي اماكن تانية فيها negotiations، once ان انت عارفين لما تروح مثلا يعني with all due respect، لما تروح مثلا تشتري من بياع حاجة بيجامة مثلا ولا اي حاجة ويجي يقول لك مثلا ب 400 جنيه، فانت تقول 400 جنيه لا لا كتير، احنا والله التيكت اهو مكتوب عليه 400 جنيه، احنا مين اللي يا عم بالتيكت، وتقعد بقى وتاخد وتدي معاه، هوب يقول لك ال 400 بقت 380، بس نزل لك 20 جنيه يبقى انت تقدر تنزل بدل ال 20 50، يبقى الراجل ده بيفاصل، يبقى ده مش سعر البيجامه الحقيقي. هي نفس الفكره، انت دخلت مكان فصلت جاب معاك تمام، يبقى ده معناه ان في حاجات تانية اكتر جوه هو مش راضي يطلعها، يبقى ساعتها ايه تحاول تضغط واحده واحده، بس مش بطريقه اجريسيف يا جماعه برضه، يعني خلينا نهايلايت ان مش بطريقه اجريسيف، لا نتوركينج كده وابتسامه والدنيا لطيفه، وانت عارف بقى ظروف الحياه، وانا مش هينفع اجي لك يعني انا لما اجي لك متشحطط وفي المواصلات ما اكيد مش هبقى قادر اديك جوده حلوه، وانت برضه انا عارف انك عايز تطلع باسم القسم في السما، وانا عايز اديك شغل حلو ويعني وتقل تاخد حاجه نظيفه، وام سوري فور ذا واي ام توكينج يعني، بس اللي هو هي الموضوع كده في حته ايه، ان انت you have to think about a win-win scenario، انت مش رايح اللي هو دول عايزين يسرقوني فانا هسرقهم، doesn't go like this, it's a win-win situation. انا دلوقتي انا كمدرسه انا جايه عارفه ان ابله بس ما هتخش معاك القسم باذن الله احنا هنعمل شغل تاني خالص،
بس في المقابل انت لازم تريحني شويه، لان انا ما اقدرش اجي لك مواصلات. انا لو جيت لك مواصلات هاجي قرفانه ومش هعرف العاب الطلبه، مش هعرف اعمل اكتيفيتيز، مش هعرف اعمل لك حاجات انت براندنج حلوه للمؤسسه بتاعتك. مش لازم اوري له واتس ان ات فور هيم عشان يبتدي يطلع من الفلوس اللي معاه. فدي كده حاجه لازم نبقى حاطينها في اعتبارنا. وشوفوا كورسات عن النيجوشيشن سكيلز، دي من ضمن الحاجات اللي هو ايه، يعني اقول لكم على حاجه، انتوا كل مثلا اعملوا حسابكم كده مره في الشهر ولا مره كل شهرين ثلاثه، اتفرجوا على فيديوز او اسمعوا فيديوز في سكيل تانية ملهاش علاقه بالتدريس اطلاقا، مره في البيزنس، مره في النيجوشيشن، مره في الارت، مره في اي حاجه، اي حاجه. ليه؟ لان واحده واحده ده بترينيو يعني السكيلز بتاعتك ودماغك كده بتشتغل بشكل مختلف تماما، فتبتدي تعمل حاجات مختلفه جوه الكلاس، تبتدي تفكر بشكل مختلف، فده بيساعد يعني ان شاء الله. تعالوا نخش في سكه الدراسات العليا والكورسات والشهادات، هل هي ليها لازمه ولا لا؟ بص انا هقول لكم على حاجه، بما ان احنا دخلنا دلوقتي احنا نتكلم في حته في البيزنس، فانت اي حاجه هتدفع فيها من فلوسك وقتك مجهودك يو هاف تو ثينك واتس ان ات فور مي. زي ما انا سالتهم كده في اول السيشن، الناس اللي جت معانا الساعه 8 الصبح، الشطار الحلوين الامامير اللي صحيوا بدري بيقوموا الساعه 8 الصبح، دول سالتهم في الاول واتس ان ات فور يو، انت جاي تحضر السيشن ليه؟ فكل واحد قال والله انا عشان كذا عشان كذا، وتناقشنا في الموضوع في الاوتلاين. فهي نفس الفكره، انت دلوقتي صارف من عمرك معايا من الساعه مثلا 8 ل 11، انت صارف من عمرك، فيو هاف تو بي جيتنج سمثينج مقابل العمر اللي انت قضيته. ما تفكرش في اي حاجه في الدنيا، مثلا انت لو بتحضر كورس مجاني مش هتدفع فيه فلوس من بيتك ما اي حاجه، انت صارف فيه من عمرك. انت لازم تفكر كده، انا صارف من ايه؟ من وقتي، من مجهودي. ما هو انت الساعه ولا الاثنين اللي انت قاعدهم معايا دول، انت ممكن تقوم تعمل اي حاجه تانية، انت ممكن تقوم العب زومبا، انزل امشي في الشارع، انزل افطر فول من العربيه، اعمل اي حاجه. ما كنتش انت دلوقتي قاعد اصلا على العربيه وبتاكل فول وكده وتظبط حالك، فانت لازم تفكر هتاخد ايه في المقابل. عملت دراسات عليا، هتاخد كورس، هتاخد شهاده، ايه اللي انت هتاخده في المقابل؟ ما تعملش زي الناس اللي بتروح تحط كل فلوسها في شهادات وبعدين تقعد كده من غير شغل. يا فرحتي، انت دلوقتي مهتم من غير شغل مش هيبقى معاك فلوس تاخد اي حاجه تانية. فانت لازم دايما اي كورس، اي حاجه هتروحه، احنا عندنا بلاي ليست على القناه اسمها مثلا هاو تو تشوز يور تافل كورس، عشان لو انت هتاخد كورس طرق تدريس لازم تقعد كده تمسكها بالورقه والقلم. انا دلوقتي عايز، محتاج كورس طرق تدريس، محتاجه ليه؟ عشان خاطر انا عايز انقل، هسافر بره، عايز انقل على مدرسه احسن، عايز اخد مرتب احسن، ما بعرفش ادرس ومش عارف اتقبل في انترفيوز والديموز، يبقى انا محتاج الكورس ده. حلو، يبقى احنا عرفنا ان انت فعلا محتاجه، مش بتاخده عشان هو ده الترند، او ان احنا لازم كلنا نبقى معانا كورسات تافل، ولا لازم مش عارف ايه. ما مش كده يعني، انت ممكن تتعلم اونلاين عادي، ممكن تقرا كتب عادي، ما مش لازم ان احنا نروح ندفع فلوس. طيب قررت انك هتدفع فلوس، تحط بقى مقارنات، مين المدرب، ايه الخبره بتاعته، الاوتلاين اللي هاخده في الكورس، لان لو واحد عنده 20 سنه بيدرس غير واحد عمره ما درس، غير واحد بقاله 5 سنين بيدرس، وحتى دي ممكن تلاقي واحد بقاله 5 سنين بيدرس يعني عنده خبره اكبر من واحد عنده 10 سنين بيدرس، والعكس بالعكس وهكذا. ففي فاريشنز كتير في الموضوع، فانت لازم تحسب كده كل الحاجات اللي انت هتاخدها من الكورس اللي انت هتقدم عليه او الدراسات العليا. الدراسات العليا في مجال التدريس فاكولتي اوف اديوكيشن بقى، ايا كان المكان اللي انت هتاخده فيه، جامعه، الجامعات الحكوميه بالذات يا جماعه، يعني كشهاده، سيبكم من اي حاجه تانية او اي حاجه تانية ممكن تسمعوها، كشهاده اتس ويل نون. يعني مثلا جامعه القاهره، جامعه عين شمس، جامعه المنوفيه، جامعه مش عارفه ايه، كل الكلام ده كجامعه حكوميه الحمد لله مصر، يعني برضو خريج مصر بيتعرف. لو انت هتسافر دوله تانية بره مصر، دي ممكن تلاقيها اكتر من جامعات، بعض الجامعات الخاصه حتى لو كان اسمها كبير ممكن تلاقي الشهاده بتاعتها معروفه، بس معروف انهي سوق. هي هنا التركيه بقى، انتوا دلوقتي بتاخدوا الدراسات العليا، هتاخدوا ماجستير، هتاخدوا دكتوراه. فاكرين لما كنت بقول لكم في اليس ان وندرلاند لما القطه قالت لها انت رايحه فين، عايزه تروحي فين، اي حته؟ هي نفس الفكره، انت داخل تاخد الماجستير والدكتوراه ليه؟ عشان هيبقى اسمك دكتور فلان. دي this is nonsense، انت مش هتاخد حاجه، انت لما تركب يعني تكتك في الشارع هيتقل من قيمتك، والراجل مش هيقول لك يا دكتور. فبالتالي انت عايز تاخد ماجستير او دكتوراه تبقى فاهم كده، انا عايز اخدهم والله عشان انا شايف كمدرس محتاج ان انا يبقى يعني انا فاهم فعلا في الحته اللي انا بتكلم فيها، انا باخدها لذاتي للسلف استيم بتاعي. دي كده حاجه تحترم. حاجه تانيه ان انا عايز اخدها عشان هشتغل في جامعات، اوكي، عايز اشتغل بره البلد، اوكي، لكن مش عايز اخدها عشان الناس اللي في الشارع تقول لي يا دكتور. دي كده this is not okay، this is wrong psychologically wrong. يعني I'm so sorry to say this، بس الناس اللي هي ممكن تبقى واخده يعني
يعني من الناس المحترمه اللي انا مبسوطه ان هم معايا في السيشن. دكتور عز كانت واخده الدكتوراه واحنا بنقول لها هي ميس عز ميس عز ميس عز، وبعدين بالصدفه اكتشفنا ان هي يعني شيز دوين هير ماسترز، يعني شي هاز دان هير ماسترز اند بي اتش دي. اللي هو ايه ده، انت عمرك ما قلت لنا ان احنا نقول لك يا دكتور؟ قالت لي ام دوين ات فور مي. فاللي هو اتس فيري هامبل اند فيري سويت اند سمبل، هي الناس فاهمه هي رايحه فين. هي نفس الفكره، ما حدش يغرغر بيكم ويقول لكم روح خد الدراسات العليا ده عشان الناس هتحترمك، اللي في الشارع اللي ما يعرفكش ما حدش هيعمل كده، يعني ذا كوميونتي دازنت جو لايك ذس. فبالتالي انت بتاخد الماجستير والدكتوراه عشان هتاخد يعني هتاخد بيها علم ليك انت، عشان انت شايف انك اديوكيتر المفروض انك يبقى عندك علم معين، عشان خاطر شايف انك هتاخد بيها وظيفه مرتب في مكان احسن. فالكلام ده كله يعني this is the most important reason. ما تروحوش تاخدوا الحاجات لمجرد ان انا قصاد الناس واخد شهاده، عشان this is wrong very much wrong، وبيعمل الناس مشاكل نفسيه وما بيخليهمش قادرين يقفوا على ارض صلبه كده. يعني انت ممكن تبقى اصلا يعني ما معكش ماجستير ودكتوراه and you're very much respected عادي جدا يعني. مس عزة الجميلة she's saying in the chat مس عزة is my best title. You are an educator يعني، ف يعني you're adding to the title يا دكتور عزة not the other way around يعني. ف يعني في ناس الدكتوراه يعني هم اللي بيضيفوا لها مش the other way around. نيجي بعد كده لو انت هتاخد كورس السلتا والدلتا وكل الحاجات اللطيفة دي، بصوا بقى انت معاك فلوس ولا لا؟ عشان يعني في واحده من الكونسلتيشن سيشنز اللي انا كنت بديها كان معايا بنوته جميله قوي، شيز يعني شيز ليفين ان ا ديفرنت كونتري تمام، وهي بقول لها انت عايزه تاخدي السلتا ليه؟ انا عايزه اخسر عايزه اخسر عايزه تاخدي السلتا ليه؟ شي سيد بيكوز اي وانت تو هاف ات فور ماي كيدز. ليه؟ يعني عايزه تاخدي السلتا فور يور كيدز ليه؟ عشان اعرف ادرس لهم. يا ستي طب ما هي السلتا اصلا از نوت فور، يو نوت جوينت تو تيتش يور كيدز وذ ات. اصلا انت بالنسبه لك انك تدرسي ولادك دي معاناه بغض النظر عن اي حاجه، يعني موست بروبلي يو ويل هاف تو سيند ذم تو انذر تيتشر. فهي بتقول لي لا عشان انا اي وود فيل ريسبكتد امونج ماي كيدز. فده برضو من الاسباب اللي هو انت هتروح تدفعي 30000 جنيه مثلا عشان السبب ده، لا انا هروح ادفع ال 30000 جنيه ده عشان انا في المدرسه اللي انا فيها دي اوكي باخد فيها 2000 جنيه، في مدرسة تانية أو نوع تاني من المدارس هاخد فيه 7000 جنيه. فال 7000 جنيه ده الانفستمنت بتاعي بقى، ده اللي أنا هحط فيه انفستمنت. فبالتالي طب المدارس التانية عايزة إيه؟ هروح بقى مواقع التوظيف وأروح أسأل وأسأل ومش عارفة إيه، وأعرف إن المدارس دي عايزة الشهادات 1 2 3. يبقى هي دي بقى البلان بتاعتي اللي أنا هقعد الفترة الجاية إن أنا أحوش عشان مثلا هاخد إكس سيرتيفيكت إن أنا أروح ان انا يعني ايه اخد الكورس ده عشان اقدر اقدم على الاماكن التانية. وخليني اوضح لكم حاجه، ان يعني هو طبعا لازم تشوفوا الشهاده دي لو بتتقدم من اكتر من مكان، اكتر من مكان واخد الاكريديتيشن بتاعها اوكي حلو، ده معناه ان هي معتمده فيهم كلهم زي الفل. بس في حاجه بقى صغيره بتحصل هيدن في الماركت كده، which is ان انت في الانترفيو ممكن تتسال واخدها منين. فهتقول لهم من المكان الفلاني من البريتش كونسل مثلا، فدي ليها واقع على الانترفيور، او واخدها من مكان اكس او واي او زي فدي ليها واقع تاني. ليه؟ لان ممكن يبقى مكان معين مثلا واخد الاكريديتيشن بتاعت الشهاده دي، فايه اللي هيحصل؟ ان هو فلوس، يعني احنا بنبيع شهاده، فكل الكواليتي بتاعت المدرسين اللي بتطلع من عنده للاسف بتبقى سيئه، فبيروح للاماكن ده. فالامبلوير بقى شايف ده اللي بيجي من اكس بليس ده ما بيفهمش اي حاجه، وهيبقى هو بيتنطط بالشهاده وخلاص، يبقى ده كده ريجكتد. فبالتالي لو انت هتدفع كده كده ال 30000 او هتدفع ايا كان الفلوس اللي هتدفعها في كورس معين بغض النظر عن السلتا او غيره وبيتقدم في اكتر من مكان، لازم تروح بقى تشوف انهي الاماكن اللي عليها ريفيوز عاليه، انهي الاماكن اللي الناس فعلا استفادت منها. لان انت ممكن تبقى يعني خدتها من مكان صغير جدا، بس لو اتسمع في المكان ان انت خدتها من هنا accepted. وش احنا عارفين اللي طالع من المكان ده هو برنس، لكن مكان تاني ممكن يا عم ده بيبيعوا شهاده فخش جنب اخواتك مش هنقبلك كده. فانتوا دايما تفكروا احسبوا لكل خطوه، بلاش تتحركوا بمشاعركم او ان ايه ده كل المدرسين واخد الشهاده الفلانيه يلا نروح وراهم، هم واخدينها عشان هم يا اما فيها there's something in it for them، يا اما مجموعه هي ماشيه ورا المجموعه التانيه ومش فاهمه. فاحنا بنركز كده، انا هروح ادفع وقت مجهود فلوس مواصلات بهدله
كل الكلام ده لازم اروح اسال كويس جدا، اشوف الريفيوز اللي على البيجز او الويب سايتس اللي انا هاخد تبعها كورس معين، اسال ناس من اللي حضروا فيها، اتابع كده، اخد فتره كده ما اروحش ادفع فلوس وخلاص، حتى لو منحه اخد وقت كده واسال واشوف الناس اللي هناك راحت فين، الكورس كان كويس ولا لا، ايه الحاجه اللي استفادوها، ايه الحاجه اللي ما عجبتهمش، مفيش اي مشكله. يعني انا اقول لكم بمنتهى الصراحه، الناس اللي بتيجي تاخد معايا كورسات لما بيروح يسالوا اي حد من اللي خدوا معايا كورسات بيقولوا لهم ده انتوا هيطلع عينيكم في الاساينمنت بس، ولو ما عملتوش الاساينمنت هتطلع عينيك وهتزعق لكم وهتعمل وهتسوي وما بيفرقش معايا حاجه. فهي خلاص لازم يبقى كده واضح ايه العيوب اللي في المكان. ما ينفعش مثلا ان انت واحد انا مش هينفع اذاكر وانا عايز اروح اخد الشهاده وخلاص مش عارفه ايه، تقوم رايح لمكان بقى هو هيطلع عينك. لا، انت كده عارف انا رايح اشتري شهاده، لو ده التارجت بتاعك يبقى روح اشتري الشهاده من المكان اللي بيبيع الشهاده. عايز تتعلم روح للمكان اللي بيعلم، مفيش مكان هيديك كل حاجه. فانت بتحاول تشوف ايه الحاجات اللي انت محتاجها وبتتقدم في انهي مثلا اماكن، تشوف انهي اكتر 3 اماكن، تقعد تقارن ما بينهم، تسأل هنا وهنا وهنا وتجيب قرار الموضوع، وفي الاخر تستخير ربنا طبعا وتنطلق. يعني من الحاجات اللي ممكن تجربوا ان انتوا تقدموا عليها كمنحة الفلت، والفلت واي ال في الجامعة الامريكية بتتقدم كمنحة من السفارة الامريكية كل فترة يعني، وبتبقى شروطها يعني مش صعبة، ولو ما قبلتش يا عم مرة قدم التانية التالتة الرابعة لغاية ما تاخدها، ولما تاخدها بقى ما تبقاش عامل زي الطلبة الدحيحة. يعني مثلا الناس اللي بتروح تحضر مؤتمرات زي النايل تيسر وكده، ما تروحوش تقعدوا تاخدوا الكورن والنوت بوك وعمالين تكتب تكتب كده، يا عم خلاص انت الكلام كله اصلا بيبقى ريكوردد موجود اونلاين موجود في الكتب. روح نتورك، نتورك وذ ذا ترينرز، نتورك وذ ذا بيبل، لان في ناس انت ممكن يعني في ناس كانت بتتقابل في الورك شوبس بتاعتنا لما كنا بنعملها اوف لاين، والناس دي جمعت بعض وعملت بيزنسز، وفي ناس اشتغل يعني اشتغل في مكانه بقوا اصحاب مع ناس تانية فخدوهم اشتغلوا معاهم وهكذا. This is the point of the network. انا بتصاحب على ناس كويسه ومحترمه وجميله واحنا بنحب بعض، فاللي هيروح مكان بياخد صاحبه معاه، هي كده هو ميكروباص وبنحمله مع صحابنا. انت لو رايح رحله مش هتاخد معاك صحابك ولا هتاخد حد غريب؟ اكيد مش هتروح تاخد الجيران مثلا انت ما بتحبهمش، انت اكيد هتاخد صحابك اللي انت واثق فيهم وواثق ان هم دي ويل سبورت يو. فهي نفس الفكره، انتوا تروحوا مثلا منحه هتقدموا عليها سواء قبلت من اول مره تاني مره 10 مرة المره المليون، انت وراهم لغايه ما تقبل. تقبل بقى تدخل جوه تثبت نفسك من ناحيه الاديوكيشنال ان انت تعمل الاساينمنتس وتذاكر وتعمل شغل كويس، وفي نفس الوقت تنتورك مع الناس، مش نتورك بالطريقه يعني عشان برضو عشان الناس ما تفهمهاش غلط، في ناس بتتصرف بشكل احيانا للاسف لزج، اللي هو انا ببتسم في وشك كده عشان خاطر انا ليه مصلحه. لا لا لا، doesn't go like this. يعني we're teachers, we love people, that's who we are. فبالتالي انا بتعرف عليهم عشان خاطر انا عايزه افيدهم يعني even more than how they want to benefit me. فبالتالي لما العلاقات هتيجي بشكل يعني gradual بتلقائي طبيعي، الناس هتبتدي تاخد بعض في فرص مختلفه. مش لازم ان انا اروح في بني ادم انا مش طايقاه كشخص، يا خمسين رحنا مش ماشيه مع بعض، فخلاص انت في حالك وانا في حالي والموضوع منتهي. لكن ان انا ما بقاش في الاكستريم المطلق بتاع الطالب الدحيح اللي هو بقى ايه، انا بالنضاره قاعد ورا عمال اكتب وما بكلمش اي حد، لان يعني ده برضه مش صح خالص. يعني دي برضه من الشهادات البي سيلت اللي ممكن برضه تاخدوها، بس طبعا انا بالنسبه لي لو هدفع 30,000 في الشهاده هروح ادفعها في الحاجه اللي most probably will be asked for in the job vacancy. فهتلاقوا ان حتى لو بتقدموا على وظائف بره مصر هتلاقوا ان مثلا السالته ممكن تكون معروفه بشكل اكتر، فممكن الشهاده تبقى حلوه واكريديتد والمدرب جامد وكل الكلام ده. however احنا بندور ان الشهاده دي اسمها ايه في الماركت، بتتباع في الماركت ولا لا. يعني انا لما اروح اقول لهم ان انا خدت الشهاده اكس من المكان الفلاني هيقولوا لي امين خش الانترفيو ولا لا. هي البوينت هنا يعني. خلي بالنا من الفيك سيرتيفيكتس، ما عنديش مشكله خالص انت تروح تاخد فيك سيرتيفيكت، روح خدها. لو ان يعني مثلا انت عارف المكان ده بيبيع شهادات، يعني كان في مكان بيبيع شهاده وكان بيقول ان هي معتمده من الجامعه الامريكيه، حكم بالنسبه لي يا جماعه انتوا سنتر رايحين اعتمدتوا ازاي انتوا من الجامعه الامريكيه؟ فرحت سالت المانجر بتاعي في الاي او سي، فبقول له هو فعلا الكلام ده حقيقي؟ انتوا اعتمدتوهم ازاي الناس دي؟ فقال لي لا لا لا، ده احنا اتصلنا وفي خناقات معاهم ويقولوا لنا لا اصل احنا معتمدين من الجامعه الامريكيه اللي في دوله مش عارفه ايه، واصلا الدوله دي تقريبا مش موجوده على الخريطه. كان حوار يعني. however لو we're going to keep an open mind، انتوا سمعتوا ان المكان ده مثلا بيقدم جوده كويسه ككورس نفسه وعايز وفعلا it's worthy of the money you're going to pay in it، روح خده مفيش مشكلة، بس خليك برضو فاهم ان دي fake certificate، وتبقى سائل برضو كم عدد الساعات، لان في اماكن ممكن تقول لك الكورس 120 ساعة وبعدين تقول لهم 120 ساعة contact hours، احنا كده احنا قاعدين مع المدرب 120 ساعة
يوم ما يقرب الحقيقه يقول لك لا، هما 30 ساعه كونتاكت اورز مع المدرس و90 ساعه مذاكره. ده بقى اللي هو ايه، طب مش هينفع يعني نقول كلام هنا مش لطيف عشان احنا كلنا educators وكده، بس ده كده بينصبه. انا هقول لك احنا هنتقابل 30 ساعه يبقى 30 ساعه، هنتقابل 60 يبقى 60، غير كده انت بتذاكر في ساعه، في 2، في 10، في 100، this your issue not mine. اوكي، فدي كده بالنسبه. وفي كورس عندنا على القناه اسمه هاو تو تشوز يور تافل كورس، وبرده ممكن تاخدوا الكونتنت اللي فيه كده او الستبس اللي فيها وتطبقوها على اي كورس في اي مجال تاني، يعني لان هي تقريبا general points اللي في حاجات صغيره بس. ودي النقطة اللي احنا اتكلمنا عليها، which is you're going to investigate in the workplace. ايه يعني انت ممكن ببساطة شديدة جدا تتصل بقى بيهم، تبعت لهم ايميل، تتواصل معاهم، تقول لهم ايه الشهادات اللي انتوا طالبينها. يعني انا دلوقتي مدرس انجليزي سنتين خبرة، عايز اشتغل معاكم، ايه الحاجات اللي ناقصاني؟ فوالله يعني لو ربنا اكرمك وردوا عليك هيقول لك والله احنا بنطلب الناس اللي واخدين الاكس كذا من كذا، ماشي من عيني. وتروح بقى تسأل في كذا مكان مشابه، مش متعلقش طموحاتك على مكان واحد، because this is wrong, this is crazy. انا محتاجه ان انا احط مثلا، عايز اشتغل في انترناشونال سكولز، اجيب كل الانترناشونال سكولز اللي في اللي حواليا اللي انا هقدر اوصل لها، ودول بقى اللي ابتدي اشتغل عليهم، ابتدي اتواصل معاهم، اشوف ناس على لينكد ان. لو تفتكروا لينكد ان انا كلمتكم عنه في الاول، تجيبوا الناس اللي شغالين في المدارس دي واسالوهم والله هم عايزين ايه، انا معايا كذا وكذا، هل ناقصني ايه؟ فهيقول لي 1 2 3 4، هقوم انا بقى حاطه البلان بتاعتي ان انا اشتغل على 1 2 3 4، واشوف نفس الفيرجن دي اللي موجود منها بره البلد ايه. عشان برضو ايه، حتى لو انتوا بصوا، حتى لو انتوا دلوقتي شايفين ان انا مش عايزه اسافر، I'm happy where I am، بص دايما لقدام، you will never know ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل يخلي، والله بقى ممكن تتجوزي سري عربي وتسافري بره، او تتجوز سري عربيه وتسافر بره، تحتاج تشتغل، ايا كان بقى اللي انت هتحتاج تعمله، حط دايما بلان ان ممكن تحصل حاجه. زي ما الكورونا جت، انا عمري ما درس اونلاين، وبعدين هوب كلنا لبسنا في الاونلاين، which was great الحمد لله. فهي نفس الفكره، انا مش عايزه اسافر اشتغل بره، حط برضه في اعتبارك ان what if ان انت احتجت وحبيت او الاوضاع اتغيرت هتعمل ايه؟ فانت تشوف برضو الاوبشن بتاعك جوه مصر ايه وبره مصر ايه. لا لا لا. طيب ده كده بالنسبه ايه للجزء بتاع السيرتيفيكتس. يعني لو كان في حد حابب يشتغل في الاي او سي، في البروجرامز اللي بتنزل عندهم، بتلاقي ان هي بيطلبوا تيتشنج سيرتيفيكت، وسكور بيبقى بي 2 او سي 1، طبعا سي 1 تبقى البروجرامز الاكبر. فدي كده بيطلبوا بليسمنت تيست اللي هو يا اما السبت اكزام بتاعهم، يا اما التوفل او الايلتس. التوفل او الايلتس برضو هو غير الانجليش، يعني انت عايز تنمي الانجليش بتاعك حاجه، وان انت تاخد التوفل والايلتس دي حاجه ثانيه. التوفل والايلتس دي بليسمنت تيست اكزامز، دي هتقول لك والله انت مستواك بي 1 بي 2 سي 1 وهكذا، ودي تاخدها لما تكون هتستخدمها عشان ليها مده صلاحيه مثلا سنتين ولا حاجه، فما تاخدهاش وتلبسها وتحتاج تعيد الامتحان وتدفع فلوس تاني. لا، انت ممكن تنمي الانجليش بتاعك كويس عادي، عايز تذاكر الكتب بتاعه بريبريشن فور ايلتس او توفل عادي، وبعد كده يوم ما تقرر انت تاخدها تبقى عارف انت هتاخدها ليه. يعني انت هتاخدها مثلا عشان خاطر هتقدم على وظيفه معينه، عايز تدرس التوفل والايلتس، سبوبة عسلية دي ممكن تعملها، لان الناس كتير عايزة تاخد الانترناشنال سيرتيفيكتس دي، بس محتاج ان انت تعمل براندنج قوي جدا ليك في المجال، لان في ناس كبيرة في المجال فانت هتخش في وسطهم. فبالتالي انت عارف انك هتقدم في مدرسة جوه مصر بره مصر، عايزة توفل او الايلتس، فبالتالي يبقى انت بتاخد الامتحان وبتعمل الخطوة بتاعت التقديم مباشرة بعدها، عشان ما تبقاش الامتحان اصلا بتاخده دلوقتي وانت ناوي كمان سنة ونص تقدم على منحة او تقدم على وظيفة بره، يبقى ساعتها هتلبس الشهاده وهتحتاج تاخدها تاني عشان الصلاحيات بتاعتها تكون باظت، هتبقى بقالها كتير في الثلاجه يعني. فايه، فاحنا نخلي بالنا من النقطه دي. بس هنيجي بعد كده ندخل في الاسراء. بتقولي واتس تيتشنج سيرتيفيكت، هي بتبقى بص يعني هي بتبقى كورس تجريفي التدريس، طرق تدريس. اوكي، في كورسات كتير في المجال من اماكن كتير جدا. هي الفكره كلها ان انت يعني شوفي البلاي ليست اللي عندنا على القناه عن هاو تو تشوز يور تافل كورس، وشوفي بقى ايه الاحتياجات بتاعتك زي ما قلنا، وشوفي انت ايه الاماكن اللي بتوفر اكبر قدر من بتميت الكرايتيريا دي. خلينا بصوا يا جماعه، احنا كده كده باذن الله هيبقى في وقت للاسئله في الاخر، فما تقلقوش باذن الله انا معاكم يعني لغايه ما نخلص باذن الله. فخلينا نخلص ايه الجزء بتاعنا ده. هانت معلش سامحوني، تعالوا ندخل في الانترفيو. هقول لكم سريعا قبل ما زوم يفصل علينا تاني، معلش. طبعا الاماكن usually it goes through around، او يعني goes around this process
بس ممكن حاجة تختلف حاجة لا، يعني مثلا كفر ليتر مش بتطلب كتير في مصر، يعني ممكن طلب مرة واحدة مني، كنت شغلي ليه علاقة بجامعة زويل فساعتها كنت قدمت كفر ليتر. بغير كده هو في الغالب السي في، اوكي هتلاقوا كورس على القناة عن السي في، عديت من السي في الحمد لله، بيتعمل لك فون انترفيو عشان يشوفوا الانجليش بتاعك الدنيا مظبوطه ولا لا قبل ما يجيبك، عشان ما يبقاش ويست اوف تايم اند افورت بالنسبه له ان انا جبت الناس وقعدت وعملت معاهم في الاخر طلع الانجليش بتاعه اي كلام. فهو بيقدر يريجكت او يأكسبت مبدئيا من الفون انترفيو، ممكن يعمل انجليش اكزام او يطلب منك حاجه زي التوفل او الايلتس او اي حاجه مشابهه، او هو اللي يعمله لك. تافل اكزام يعني ده من الاماكن يعني ما بيبقاش كتير برضو، بس بيبقى تيتشن اكزام بالانجلش عادي بتكتب فيه، وهو برضو عشان خاطر يشوف السكيلز بتاعتك او انت بتفكر ازاي في التدريس، واتس يور تيتشن فيلوسفي، مش عارفه ايه الكلام ده كله. وبيشوف الانجلش بتاعك يعني بالمره يعني. وفي فيس تو فيس انترفيو، مش عايزاكوا تخافوا في الفيس تو فيس انترفيو، ولو خايفين يعني بصوا اقعدوا بقى قصاد المرايه اتمرنوا كتير. اتس اول ا جيم رايت، اتس نوت an interrogation. يعني the more confident and relaxed you are but not egoistic، عشان انت لو خايف وعوضت الموضوع ده ب overconfidence هيبقى في attitude، هيشموا كده ريحة ان الشخص ده عنده attitude، he has an ego. احنا ما بنعملش كده، احنا you're modest, humble, comfortable with yourself even if you don't know something. We're all people، ما فيش مدرس في الدنيا عارف كل حاجة. انت لو طالب بيسألك عن كلمة وانت مش عارفها، يا باشا هروح اشوف الدكشنري، I'm not an English dictionary, I'm an English teacher. There is a difference. فخليك كده مرتاح مع نفسك. والحل ان انت لو بتخاف من الانترفيوز انك تدخل انترفيوز كتير، ان تدخل ديموز كتير، ده كله هيساعدك. هتلاقي في بلاي ليست عندنا سيكشن كده ليه علاقه بالكارير ادفايزنج برضو، اسمه تباشيره وسبوره، ما حدش يتريق لو سمحت، احنا كنا لسه بنعمل الكلام ده في البدايه فكانت رايحه مننا حبتين. فشوفوا البلاي ليست دي بتتكلم اكتر عن يعني تقدروا تعتبروها addition to this session باذن الله، هتبقى بتتكلم برضو عن الانترفيو، غير الكورس بتاع الانترفيو سكيلز نفسه اللي على القناه في الجزء الخاص بالسوفت سكيلز. وبعد كده ايه بتعمل ديمو، ده اللي هي بتبقى الفاينل ستيج اللي بيقولوا على اساسها اه او لا. الديمو ده لو حد ما يعرفش هو عباره عن ايه، هو ده بيبقى زي مسرحيه بيدخلك بقى ان انت تشرح لطلبه حقيقيين، لطلبه او القسم نفسه او الناس اللي هو السوبرفايزر والتيتشرز وكده. فانت بتشرح في الديمو دوت كانك في كلاس حقيقي، جزء من درس. هو بقى اداهولك انت اللي حضرته من نفسك، مش هتفرق. لو قال لك الدرس انت اسال بقى يعني انت عايزه مده قد ايه، هيقول لك ربع ساعه. ربع ساعه دي بقى تظبط نفسك ان الديمو يخلص في 10 دقائق او ثلث ساعه او ربع ساعه، يبقى معاك الثري فاريشنز. والله حبوا يقعدوا وقت زياده، حبوا خلاص يا باشا احنا عندنا ناس كتير يلا انجز فهتخلص 10 دقائق، فما تتوترش، تقدر تخلص الدرس بتاعك بالشكل كده سموز. هتلاقي عندنا على القناه باذن الله سامبلز، هي موجوده اوريدي لليسونز مختلفه او ديموز مختلفه في السبيكينج والرايتنج والفوكاب والجرامر. هتلاقوا بلاي ليست كامله في السكشن اللي فوق خالص دوت عن تدريس المهارات، كورس كامل وفي اخره ديمو، كورس واخره ديمو، وهكذا. حضر كل حاجتك وانت رايح الديمو عشان ما تقعدش تدور، يعني ما انت هتبقى متوتر ديفينتلي، يعني موست نورمال بيبل ويل بي worried. فبالتالي تعملوا ايه، حضروا حاجاتكم قبل ما تروحوا، لو في اكتيفيتيز بتعملوها جهزوا كل حاجاتكم اتمرنوا عليها كويس جدا عشان خاطر ما تبقاش دماغك مشغوله ب100 حاجه ويبقى شكلك متوتر. اسالوا عن كل حاجه انتوا عايزين تسالوا عنها، مين هيحضر، كم واحد، ايه الليفل اللي هتشرحوه، الجريد، السكيلز، ايه الفاسيلتيز اللي موجوده، متاح بروجيكتور، متاح كمبيوتر، سماعات. حتى لو متاح الحاجات دي كلها، زي ما هتعمل هاي تك ليسون اعمل لو تك، النور قطع عليك فجاه تعرف تتصرف، ما تعطلش يعني. هو هيفصل تاني، بعتذر، هنرجع ان شاء الله نكمل بعد اللي هي ما يفصل مننا بس. فاحنا بيبقى ايه عاملين حسابنا على اكتر من طريقة بنقدم بيها الدرس في اكتر من وقت واكتر من فاسيليتيز متاحة، يعني سواء هاي تكنولوجي او لو تكنولوجي. وهيفصل، انا صدعتكم، انا عارف، معلش سامحوني. خدوا نفسكم كده واشربوا مية وتعالوا، بس هو هيقطع دلوقتي، انا اول ما هتكلم هو هيقطع على طول، بس فانا هتكلم عشان يقطع وندخل تاني. فاحنا هنبراكتس الديمو ده.